أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الخاصة من تلفزيون النهار. أكدت مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني أنهما لم يتلقيا أي شكوى رسمية باختطاف شقيق نكاز بولاية بومرداس، كما أكدت عائلة نكاز من جهتها أنها لم تتقدم بأي شكوى لدى مصالح الأمن حول قضية اختطاف الشقيق رشيد نكاز، وهو ما يجعل الحادثة محل تساؤلات عديدة. فهل فعلا تم اختطاف شقيق نكاز أم أنها محاولة من رشيد نكاز للتغطية عن فشله في جمع التوقيعات؟ هذا وتنقل تلفزيون النهار إلى مسقط رأس رشيد نكاز بعين مران بولاية يشلف، أين تقرب من عائلة رشيد نكاز والتي دخلت فيما يشبه العزاء بعد الحادثة المؤسفة التي عاشها نكاز بمقر المجلس الدستوري ليلة أمس. وللمزيد من التفاصيل يلتحق بنا عبر الهاتف موفد تلفزيون النهار هشام شريف. أهلا بك هشام. نعم، أهلا هشام، زميلي. هل لك أن تزودنا بآخر التفاصيل حول هذه الحادثة التي تبدو فعلا محيرة؟ نعم زميلي، كما قلت سابقا أن الحادثة كانت محيرة جدا، وزميلي لقد تقدمنا إلى المنزل بصعوبة ولم نحصل ويعني تحصلنا على بعض المعلومات. كانت يعني صعوبة في التحصل على المعلومات حيث استقبلنا في أول مرة أخ رشيد نكاز المخطوف أبو عبد الله نكاز، وحسب روايته قال بأن شخصين اختطفيان يعني بالخروبة ثم أخذ بي إلى حدود ولاية بومرداس، فيما قال بأنه كان يحملان حنجرين وسيارة من نوع فورغو كما يسمى. زميلي يعني في هنا في تصريحاته كان حيث سألناه عن إن كان تقدم بشكوى إلى مصالح الدرك أو الشرطة، إلا أنه أثبت وقال لم نتقدم بأي شكوى لحد الآن، والهدف الوحيد هو يعني منا كنا ننتظر عودتنا إلى يعني إلى أهلنا وأقاربنا سالمين غانمين، فيما يعني أنه لم يتقدم بشكوى رسمية إلى يعني إلى الجهات الأمنية. وهذا يعني رشيد نكاز قال بأننا لم نكن ننتظر من مثل هذه المعاملة، فيعني قد يطرح تساؤلات عدة، وأصبحت بيته أو منزله العائلي بما يشبه بالعزاء، واقترب منه العديد من يعني من جيرانه وأهله وأقاربه يعني للتعرف عن صحته وما يعني ومجريات القضية، إلا أنه رفض استقبال الجميع وبقي الجميع أمام منزله ينتظر يعني معرفة أهم الأخبار عن رشيد نكاز. نعم هشام، المعلومات المتوفرة لدينا حاليا أو بحوزة تلفزيون النهار تقول بأن مصالح الأمن تؤكد أنها لم تتلقى أي تبليغ عن الاختطاف. لماذا لم يتقدم رشيد نكاز أو شقيقه بتقديم شكوى لدى مصالح الأمن؟ هذا يضعف نوعا ما من موقفهما. نعم زميلي، رشيد نكاز وحسب يعني الأقارب وحسب أخيه أيضا الذي رفض التحدث إليه عبر عدسة الكاميرا، قال بأننا لم نتقدم بشكوى إلى مصالح الأمن، ويعني لم يكفنا الوقت وحتى لم نعد نستطيع نفكر في يعني تقديم الشكوى ضد المجهولين أو حتى من اختطفونا، لأننا كان الهدف منا هو العودة إلى أهلنا وأقاربنا فقط. نعم هشام، نعم ننتظر منك مزيدا من التفاصيل في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.